هنقدم صالوننا ان شاء الله كده على الساعه 9، بس هيبقى فيه ثلاث قصائد، واحده للاستاذ علي، واحده للاستاذ عوض، واحده للاستاذ جمعه الجار. لو تحبوا تعملوها دويتو مع بعض سجال. مش هتنفع السجال. طب ماشي، هتردوا على بعض. انت بتظلمينا، احنا ما حدش فينا يقدر يرد على الاستاذ علي. هو انا بصراحه انا معاك. بتظلمينا احنا كده حرام. لا ما اقدرش اظلم حد. طب هقول حاجه، انتوا هتردوا على بعض، كل واحد هيقول قصيده الثاني هيرد عليه. برضه صح استاذ علي. علي هيقول قصيدته الاول، بعد كده تردوا عليه. ها ها موافقين؟ مش عوض عوض من ايه؟ طيب مع الشاعر المتميز استاذ علي محمد. على فكره انا مش معاك والله، بقول لك ده حاجه غير عليك، ده صالونك، ده ده مكانك، وانت رئيس اللجنه الثقافيه في الاتحاد، ده شرف ليك. نقطة ضي تمد ايديك تدفي النور، وناجي بعودي او طارق، مدام حلمي بيتمد في طرف الشام، ليالي طوال بيتحفز ويستنى عينيك تنام، يهم اوام على مهر ويدوس قهره، يحارب كل احزانك ويهزم لك مناد اليأس، ويتسرسل لاخر خصلة بتهفف على خدك، يمد ايديه يرتبها، يلم الشمل في طفيره ويرميها على كتفك، تعود البسمه للشفه، ماهيش خايفه لان حزن تسمعها فتمنعها تزور فجرك، ورقبك فيا بتسافري، ورقبك فيا بتسافري كنقطه ضي هربانه، بتتلفت وتتسحب على الجدران، املها تبان وتتعامد ولو مره على صغرك، تقدم خطوه تحتلك وتستوطن علامه الحسن، شريط الذكرى يتحرك يجيب الماضي قدامي، واشوف في الكتر براءه الطفله بتتمتم يدوب حرفين، وماسكه في ايدها لعبتها بطول بيتها، تنعكش كل ترتيبه وتجري بسرعه الدائره في ركن بعيد، تهل علينا تتجلى وتتحلى وتفتح خزنه الجنه، تمد ايديها وتبعتر في حب الشوق، طيور العشق تلمعها فتتجمع في صحن الدار، في صحن الدار اميل راسي واتخيل في مشهد ليل يكون دخلي حنان ادمك مع ادمي في ضمه راس، موسيقى الروح بتعزفها والحانها بتهمس همس، وانا وانت بنتمايل وتتبدل مطارحنا، تنام ايدي على خصرك، ينام شعرك على كتفي، براح الدنيا ما يسعنا ولا يهدم جدار الحلم، ولحظه صمت، ولحظه صمت بتفجر منابع عشقنا المجنون، اكون مجنون ده لو هقبل ساعتها العقل، تطول النظره في عيوننا برعشه فوق شفايفها، برعشه فوق شفايفنا، تضيق بينا مسافه البعد، يا دوب لسه هنتلامس، تقوم بسرعة فرحانة، تمد ايديك وبلهفة تيجي النور، يعود الحلم يتدارى ويتمدد في طرف الشارع. أشكرك شاعرنا الكبير وشرفتنا، وعلى فكرة احنا اتشرفنا بالشاعر الكبير علي نوح ان هو رئيس اللجنة الثقافية للاتحاد الدولي للصحافة العربية بالقاهرة، فشرف لينا حضرتك.